الله عليك يا سلم، بجد الله عليك. ايه الحلاوه دي؟ انت فنان فطر يا سليمان، شغلك في الحديد ولا جمال السجيني؟ انت اللي عينك حلوه يا استاذ جمال، علشان كده بتشوف كل حاجه حلوه. ربنا يكبر بخاطرك يا رب. يعني ايه فطري؟ فطري دي يعني موهوب بالفطره، قبل التعليم والتدريب وكده. مين جمال السجيني؟ يا جمال السجيني ده فنان عبقري، نحات مفيش زيه، شغله في الحديد مدرسه. طب يا سليمان، انت ممكن تشتغل في نحت الحديد في ايطاليا، اهي بلد فنانه برضه. ايطاليا يا ايطاليا، مصر احلى، مصر افن. بقول لك ايه، اجهز انت وانا اعمل لك المعرض. ثلاثه بالله العظيم، ثلاثه بالله العظيم، انت احلى جمال في الدنيا. انت متفائل كده دايما ولا يعني ده على كبر؟ على كبر يا سليمان. اصل اللي شاف اللي شفته حضرتك والظلم اللي اتظلمته يتشائم وضميره وقلبه مستريحين قوي. عارف يا سليمان، قعدتي قدام الغيطان خلي دايما متفائل، زرعه تموت وتحيا، ارض تجف وتتروي، شجر يتأدب ويرعرع، ورق ينشف ويقع ويطلع ويخضر. الدنيا دايما بتنتصر للامل، احنا بس اللي دايما مهزومين. مهزومين بالياس. تفائلوا يا اولاد، تفائلوا. تعرف يا استاذ جمال، الحاجه الوحيده اللي تخليك تتفائل وضحكتك من ودن لود هي انك تكون سرقت فعلا اللوحه اللي بيقولوا عليها في عادي، وتكون مدكنها او بعتها ومخبي فلوسها في بنك بره او جوه. انما تتسك 3 سنين سجن وترمي نفسك في تل شبوره، هيجي منين التفاؤل يا استاذ صبري؟ هيجي منين؟ لا هيجي ما تقلقش. صدق يا بقى وليد، عارف مراتي كانت بتفكر زيك كده بالظبط. بجد؟ امال ايه؟ عشان كده طلقتها. يلا بقى نعديها ضحك ولا ايه؟ يلا ورانا شغل. يا سليمان في ايه؟ مالك؟ اختي بعت لي رساله بتقول ان ابويا ما عرفش يتصرف في القرض من البنك الزراعي. طب الحمد لله، لو كان خد القرض كنت زمانك راميهم في حجر منصوريلي اخش الباي. روق يا سليمان، روق، كل حاجه ليها حل. فكر في ده دلوقتي. حاضر يا رب. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.